عليك تاني يا استاذ ايمن. كابتن ايمن كابتن كبير كمان. وبعدين انا لسه ما اتفرجتش عليكي وانت بتلعبي، بس انا ممكن اقول بالمراكز اللي انت قلتيها تمام. وحد بيلعب في الاهلي وحد شبهني بيه في الاهلي يعني. لو عرفت تجيبه. مش ما جاش معايا الشبه بس قولي لي. طيب لا مش الشبه في اللعب. مين؟ عبد المنعم. محمد عبد المنعم صح؟ طبعا. انا حسيت ان انت كمان اجريسيف يعني، مش اللي هي الحقيقة صح؟ اللي هو انا هنزل اللي معاه الكره هاخدها صح؟ ما فيش هزار، اللي فوت يموت بالظبط. انا قريت بسرعه. لا صح حسيت صح. طيب كسري جامد؟ مش قوي يعني. مش قوي. مين مره في حد مره ضايقك في الملعب؟ كتير طبعا. اللي بيضايقوك في الملعب بيزعلوا صح؟ بص انا من النوع اللي انا بعرف اعصب اللي قدامي كويس قوي. يعني انا مدافعه. فاللي هو لو فيرود لعب عليا حسيت ان هو ممكن يرقصني كده. حسيت ان هو اصيع مني يعني. سوري اللي هو بس في الكوره اللي هو طب لا لازم اخبطك خبطه كده بقى عشان ارتاح بقيت 90 دقيقه. فتلاقيني في اول الماتش كده بخبط خبطه في الثانيه عشان ارتاح بقيت 90 دقيقه وبطلع احسن واحده يعني الحمد لله. عشان كده شبهوكي محمد عبد المنعم. وراموس شويه اللي هو في الدخلات. بس محمد عبد المنعم من اللعيبه كمان اللي عندهم كوره حلوه. ما هو انا لا اقصد انه كمان من اللعيبه اللي بتخرج بكره حلوه يعني المدافعين اللي بيخرجوا بكره حلوه، مش بس ان هو مش اجريسيف وقوي في التدخلات. ما هو انا مش كده يعني مش اللي هو قوه بس لا قوه وكوره. لا اقصد في مدافعين كده، ما هو في مدافعين بيبقوا قوه بس ما عندهمش كوره حلوه يعني. وفي مصر كبار. انت بقى من محمد عبد المنعم. عايزه اقول لك انا مش هقدر اتكلم يعني. خطيره. خطيره. انا برتاح يعني. لما تبقى قدامك. لما تبقى قدامك. انت حارس مرمى. حارس مرمى. فلما تبقى قدامك انت خلاص في امان. خلاص كده. انا كده في تمام.